شنو وجهة نظرك؟ انا وجهة نظري اشوف كابتن من المنطق ان الامور تجري طبيعي، لازم ان تكون طبيعيه، ماكو اي تغيير. اول شيء احنا ماشيين بالطريق الصحيح، ومو من حقي انا كمدرب او كرئيس اتحاد او كمنظومه اطلع انه قوانين جديده بعد ما ربحت يعني مثل مال التليفونات عدم الطلعة هاي مو موجوده بدايه البطوله. أنا ماشي أول شيء اللاعبين كلهم محترفين، لاعبين يمثلون بلد، لاعبين على مسؤولية عالية، لاعبين عارفين شنو قيمة المسؤولية، عارفين شنو قيمة المباراة، هاي وجهة نظري. ثاني شيء أنا أعتقد أكثر شخصين مؤثرين باللي فضل بيه كابتن جاسم بجمع الفريق هو المدرب ومدير الفريق مع رئيس الاتحاد، هذول الأشخاص هم المسؤولين على المنظومة، يقدرون بدون سحب التليفونات وبدون كل شيء يطلعون الفريق من المنظومة السلبية اللي تكلمنا بها احنا والكباتن كذا موضوع سلبي ممكن أن يطرق بالأيام الجاية. هاي دور احنا شنو 11 واحد أو 10 رايحين أعضاء الاتحاد، هذا دوركم كابتن. قاعد يتصلون انا شفت برنامج بعد من الطبيعي. احنا شفنا كاس العالم الاخير اللي بقطر، منتخبات وصلت للنهائي طبيعي ما تغير كل شيء، اجوا عوائلهم وكانوا بالاستقبال نفس ما بدهم، ماكو اي تغيير. كلهم قاعد صالح حسان شفت برنامج محترماتي كل برامج العراقي، احد المدربين